فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل أبو عبد الله: في وقتنا الحالي تجرأ بعض الناس وبعض طلبة العلم على الفتوى بغير علم، فما الأثر المترتب على ذلك؟ مأجورين، ونريد نصيحة في الفتوى، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفتوى هي الإخبار بحكم الله ورسوله من غير إلزام، خلاف القضاء فإنه الإخبار بالحكم الشرعي مع الإلزام به. والفتوى مقامها عظيم، قل بعض السلف: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. كان علماء السلف الصالح مع علمهم وجلالة قدرهم كانوا يتدافعون الفتوى ولا يتسرعون إليها، كل يريد أن تذهب إلى غيره ليسلم هو، لحرصهم على براءة ذمتهم. ولكن الناس بحاجة إلى الفتوى، وهذا له حالتان: الحالة الأولى أن تكون هذا في الأمور العامة للأمة أو لأفراد الناس، هذا لا يفتي فيه إلا الجهة المختصة الموكول إليها الفتوى، مثلا دار الإفتاء، اللجنة الدائمة، هيئة كبار العلماء ليتدارسوها ويصدروا فيها القرار أو الفتوى. أما الأمور الفردية التي يحتاجها أفراد الناس والنوازل الخاصة بالأفراد، فهذه صاحبها يتقدم إلى من يثق بعلمه ودينه ويسأله. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل العلم، فلا يسأل المتعالم أو طالب العلم المبتدي، إنما يسأل العلماء لتبرأ ذمته بذلك وليتجنب التخرص في الفتاوى. ومن سئل فإن السائل يكون في ذمته تحمله، فلا يفتيه إلا عن علم وعن بصيرة، ولا يتخرص في الفتاوى. والإنسان في عافية إذا لم يكن مؤهلا للفتوى إنه لا يدخل فيها. وحتى المؤهل إذا كان فيه من هو أحسن منه أكثر علما يحيل عليه. هكذا كان سلف هذه الأمة وخلفها الذين يمشون على منهج السلف. أما ما استشرى الآن من كل يفتي وفي كل مسألة يفتي، حتى ولو كانت مما يتعلق بمصير الأمة، هذا خطر عظيم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد على جلالة قدره ووفرة علمه كان يجمع المهاجرين والأنصار وأشياخ بدر، يعرض عليهم المسائل التي تحتاج إلى نظر وتأمل، شدة أمر الفتوى. الفتوى ليست بالأمر الهين. أما ما شاع الآن من الإنترنت والمواقع وكل يفتي، هذا خطر عظيم على المفتي وعلى المستفتي وعلى من يقرأ فتاواه أو يسمعها. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يؤثر العافية مهما أمكنه ذلك، وأن يعرف قدر نفسه ولا يورطها فيما لا علم له به. الذي ليس عنده علم يقول الله أعلم ولا يفتي. النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء ولم ينزل عليه فيه وحي فإنه ينتظر حتى ينزل عليه الوحي فيفتي بعد ذلك. كذلك العالم إذا لم يكن عنده جواب حاضر فإنه يؤجل الإجابة حتى يراجع كلام أهل العلم ويتأكد من تحرجهم من الفتوى. نعم، أحسن الله إليكم.